السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك وهذه حلقة جديدة من شو نيوز من إعداد وجدان تشال. لذلك خلونا نبدأ في خبرنا الأول. ملصق ترويجي جديد لأرك رشا من أنمي تورو ماجيتسونو إندكس. فرقة لينكد هورايزون ستعود بأغنية افتتاحية جديدة، حيث ستقوم بأداء الأغنية الافتتاحية للنصف الثاني من الموسم الثالث لأنمي أتاك أون تايتن، والذي سيتم عرضه خلال شهر أبريل القادم. يذكر بأن الفرقة قد قامت بتأدية افتتاحيات الموسم الأول والثاني من الأنمي، وأيضا ختامية الموسم الثالث. ملصق ترويجي جديد لأنمي جونجونو ماجمل، ومن المقرر عرضه خلال شهر أبريل القادم، وسيكون الأنمي من إنتاج استوديو بيروت ومن إخراج السيد هاياتو ديت. قصة الأنمي تتحدث عن ظهور قارة جديدة من العدم تدعى ماجمل، ومن هنا يبدأ عصر المستكشفين من جديد للتعرف على هذه القارة الغريبة. ملصق ترويجي جديد لأنمي كونويونو هاتي، والمكون من 26 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر أبريل القادم، وسيكون الأنمي من إنتاج استوديو فيل. أعلنت دار النشر شويشا وشركة دينا لخدمات الهواتف الذكية عن عزمهم إطلاق شراكة بعنوان مؤقت شويشا دينا بروجيكتس، وذلك في 21 من فبراير القادم. الشراكة الجديدة ستسعى للاستفادة من العناوين والحقوق التي تمتلكها شويشا لتطوير خدمات ترفيهية من ألعاب وأعمال متنوعة داخل اليابان وخارجها بالتعاون مع دينا. ويشير البيان الصحفي إلى أن كل من شويشا ودينا قد تعاونا سابقا في مجالات مختلفة بما فيها الألعاب ومبيعات الكتب الرقمية. وكانت دار النشر شويشا قد أطلقت خدماتها الرسمية المخصصة لمشاهدة المانجا باسم مانجا بلس، والمتوفرة حول العالم باللغة الإنجليزية ما عدا اليابان والصين وكوريا. كذلك تم إطلاق تطبيق متوفر الآن على منصتي iOS وأندرويد إضافة إلى الموقع الرسمي، كما سيتم إضافة اللغة الإسبانية إلى الخدمة بين شهري فبراير ومارس. كشفت أمازون عبر غلاف عدد مارس من مجلة كوميكس ريكس الشهرية بأن مانجا ماساموني نو ريفينج أفتر سكول الجانبية ستنتهي في نفس العدد من المجلة. المانجا تم إطلاقها في سبتمبر الماضي وتحكي عن شخصيات المانجا الأصلية ما بعد القصة بما فيهم ماساموني وآكي ويوشينو والآخرين. المانجا الأصلية ماساموني كون نو ريفينج بدأ نشرها في عام 2012 وانتهت في يونيو الماضي، كما حصلت على أنمي في يناير 2017 وكذلك أوفا تحكي ما بعد النهاية والتي تم نشرها مع المجلد الأخير للمانجا. وفي خبرنا الأخير، بعد انتشار الكثير من الشائعات حول حصول أنمي دراغون بول سوبر على المزيد من الحلقات، فقد أجاب استوديو توي أنيميشن على هذه الشائعات بأنها غير صحيحة بالوقت الحالي. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا وجدان على هذه الحلقة. أنا ياسر براك، ولا تنسونا من لايك وسبسكرايب، ونشوفكم.